خليني أبدأ الحوار من جنابك فيما يتعلق بالمواطن المسيحي، ليش دائما يشكو من التمييز؟ شكرا جزيلا. سيد ينادم، أنا أتحفظ دائما وأبدا لكل الضيوف كل الاحترام، لكن هذه الطلعة احنا ما نعرف ظروفها. يا شباب اسعفوني بكل التفاصيل اللي خلت السيد ينادم يجلس أمام الكاميرا بعدين يطلع بهذه الطريقة. انطوك خبر بأنه طلع؟ أتحفظ، هو دايس بساطنا، وما زلت أذكر وأقول وأكرر أنه أتحفظ جيدا وأتحفظ على تصرفه أمام الكاميرا. إذا ما احترم الكادر على الأقل يحترم الجمهور القاعد.